السلام عليكم متابعينا القناة أينما كنتم. إذن فيما يخص بعض المميزات في القناة اليوتيوب، على بالكم باللي كان خاصية السوبر شات وكان خاصية الملصقات العجيبة كما راكم تشاهدوا. هذه خاصية تشكرات أو شكرا، يعني يقدر أي إنسان عنده كارت فيزا من حول العالم يقدر يشكرك بالأموال عن طريق يرسل لك 1 أورو، 10 أورو، 20 أورو. هذه مثلا 20 ألف دانا تقريبا، ما قيمته 1 دولار ولا 1 أورو، حاجة كيما هكذا. الشيء اللي استغربت منه فقط، ولا الشيء ماهيش استغراب، ولكن أنا على بالي بلي ما كانش الناس اللي عم يبعثوا لك الأموال يعني في القناة. نهضر على الجزائريين، ممكن في مصر موجود المتابعين يبعثوا الأموال، ممكن في دول أخرى، لكن في الجزائر كان شح كبير في القنوات اليوتيوب. ممكن عقلية ماشية كيما هكذا، وممكن أيضا لانعدام البطاقات أو الكارت فيزا للناس، يعني ماهيش متوفرة. على كل حال، هذا المال هذا جاني في هذا الفيديو، طريقة تفعيل الربح من الفيديوهات اليوتيوب. حنا تكلمنا من قبل على ترجمة الفيديوهات إلى لغات عالمية، وكما على بالكم هذا الفيديو ولو كان نروح ندخلوا فيه راح نشوفوا الترجمة تاعو. فوالا، راح نشوفوا الترجمة تاعو فقط. ترجمة هنا راح نلقاو بلي انا مترجمو لعدة لغات، من بينها الألمانية، الإسبانية، الإنجليزية، الإندونيسية، البرتغالية، التركية، الصينية، العربية والفرنسية. حتسقسيني أمين علاش هذا بالضبط؟ تقريبا هذه اللغات العالمية، يعني الألمانية، الإسبانية، والإندونيسيا، البرتغال، ترك، الصين، الفرنسية، والإنجليزية، والإنجليزية الولايات المتحدة. على كل حال، هذه الفيديو تاعي. إذا واش صرا في هذا الفيديو بعد الترجمة؟ تلاحظوا مثلا، نشوفوا الكومنتار. فوالا، هذا الكومنتار صاحبته اسمها بايلاند أو بايلاندوبرز، حاجة كيما هكذا، كتبت لي بلغة إنجليزية. Thank you for helping، يعني شكرا على مساعدتنا كلنا. You deserve the best، أنت الأفضل، حاجة كيما هكذا. نقدر نترجموها مثلا، شكرا لمساعدة الكثير من الناس، أنت تستحق الأفضل. إذا الشيء الغريب، علاش حبيت نتكلم على هذا الموضوع؟ أولا باش تعرفوا بأن هناك تبرعات في اليوتيوب كيما التيك توك، ولكن هناك شح كبير في الجزائر. هذا لا يعني بأن الدول الأخرى والقنوات الأخرى لا تربح، يعني قنوات يوتيوب مثل المصريين مثلا يدعمهم كثير المتابعين تاعهم بواحد اورو، واحد اورو. تخيل معي شخص عنده 5000 مشاهده يقدر يتبرع له على الاقل 10 20 شخص على الاقل، يكون هذا مبلغ يساعده بزاف في نهايه الشهر. على كل حال، الغريب انه احنا بالي بلي هذا فيديو تاعي عربي، يعني بالدارجه الجزائريه تاعنا، يعني انا ما نعرفش هذا الشخص، سبحان الله، يعني هذا الشخص ما عنديش عليه فكره. انا قلت مادام احنا البنات نتاعنا احنا في الجزائر تقريبا يديروا صور تاع الاجانب تاع الامريكيين ويديروا اسانب اجنبيه، يعني احنا هكذا عقليتنا. قلت هذه نشوف هذا الشخص هذا اللي يكتب بلونجلي بالك ما يعرفش، ولا ما حبش يكتب العربيه، ولا مي. دخلت الشخص هذا لقيته اجنبي حقيقه، لقيتها طفله لكن تشوف فيها اجنبيه. يعني انا قلت كيفاه فيديو تاعي يتكلم على طريقه تفعيل الربح في فيديوهات اليوتيوب وغيرها بالدارجه، يعني بالجزائريه تاعي، كيف هذه الشخصية هذه أجنبية وعندها 63 ألف متابع، عندها 4000 فيديو، معناتها قديمة بزاف. يعني كون ندخلوا للوصف نتاعها راح نلقاوها بلي عندها 63 ألف، 4000 فيديو، 11 مليون مشاهدة، تقريبا عندها عامين أو 3 سنين فقط في اليوتيوب، يعني من 2021. يعني تعجبت أنا، قلت بلاك نو، بلاك هذه جزائرية ولا كاش دولة عربية. لقيتها لفتات حقيقية، تقدم في محتوى دي فلوغ، حوايج بسطاء، يعني ماهيش حاجه كبيره. مثلا هذا الفيديوهات مثلا لقيتها مازالت تقرا، يعني مازالت حتى دير الفيديوهات تاعها في الدراسه، هذا عنده ساعتين فقط. اذا الناس تقول لي امين بصح كيف عرفت بلي هذه اول مره حتبعث؟ اذا حنروحوا الاستوديو اليوتيوب بصفه عامه، راح نروحوا لتحقيق الربح في هذا المكان هناك تشوف فيه على اليمين، ثم حنروحوا مثلا الى هذا الكامل هما مميزات الربح، او نروحوا لهذا المكان، نروحوا السوبر شات مادام فيها قلب. اذا حين المهم حنلقاوها هنا. انا اللي تبرعوا لي، انا اللي تبرعوا لي انا في قناتي، كاين انا جربت تبرعت بواحد اورو تقريبا، كاين ام احمد
تقريبا هي اكثر انسانه تابعتني واعطتني 5 5 5 اورو تقريبا، اعطيها الصحه وبارك الله فيها، عن طريق ملصقات عجيبه. هذو ملصقات عجيبه كما راكم تشاهدوا، كاين تشكرات وكاين سوبر شات، وكاين شخص مش عارف من دوله ايضا بعث لي، وكاين دراتك ايضا اعطيك الصحه. هذو ما تقريبا ما عنديش انا المتبرعين هنا في الجزائر، لذلك فما فهمتش انا هذيك تبرع تاعها منين جا. قلت هذيك جزائرية ما كانش مالها، لذلك فلقيتها أجنبية ولقيتها فتاة أجنبية كما راكم تشاهدوا. وسبحان الله يعني جامي تبعتني، وكي تبعتني مرة واحدة يعني شافت بلي فيديو أفادها مباشرة تبرعت لي بواحد أورو ولا بواحد دولار. يعني تخيلوا معي واحد جامي تبعك وكي تبعك واستفاد منك أعطاك واحد دولار. هنا في الجزائر تاعنا هنا في المتابعين معظمهم أو تقريبا أكثرية يتابعك 600 سنة ويستفاد منك 1000 قرن، وما با يقول لك شكرا في الكومنتار، بالعكس اللي يطيح لك يقول لك انتك ما جاوبتنيش في البريفي. شوفوا جماعه الفرق الشاسع في العقليه، في المستوى، في النيفو. شوف انسان ما تعرفكش ما با واجنبيه وتابعت فيديو مترجم، رغم هذا كتبت لي وبعثت لي يعني بكل احترام. تخيلوا معي هذه يديروها هنا في الجزائر ما كانش. فهمتوا على هنا نعاني وحنا في صناعه المحتوى التعليمي والتقني، حنا خاصين دراهم اكثر من اللي نمدوا لكم، اكثر من اللي نربحوا، وفوق هذا ما كومش تساعدوا فينا بالتبرعات. معناتها حنا كيف راح نستمر بشراء اجهزه يعني غاليه؟ وكي تقول لهم شراء اجهزه غاليه يقول لك لا لا تشري حاجه غاليه حترب على ظهرنا، واحد يقول لك انت ربحت بالمشاهده تاعنا. كانه ما فهمتش انا، ما فهمتش، رغم اني مانيش نشطح ومانيش نزغرد، انا قناه تعليميه تقنيه، يعني نورمالمون تدعمني ودير مادام ديت فايده تعطيني على الاقل ابسط حاجه واحد اورو يعني 20000 20000 اخواتي. لكن للاسف لذلك فحبيت نحكي لكم هذا الموضوع باش تفهموا برك بلي كاين فرق شاسع بين الاجانب وبين العقليه الجزائريه خاصه. وتعجبني بزاف العقليه المصريه لانهم فريمون يدعموا بعضهم في الحوايج كيما التشكرات والسوبر شات واللايفات. على كل حال شكرا لهذه الفتاه هذه، يعطيها الصحه، انا ما نعرفهاش خلاص، وجامي كومنتات عندي وجامي شاهدت عندي، لذلك فكثر خيرك واعطيك الصحة على المبلغ البسيط، لكن جاست حاجة مليحة تفرح. ان شاء الله يكونوا ولاد وبنات بلادنا ان شاء الله بهذه العقلية، انه كيديو كيستفادوا من شخص يتبرعوا. لا غالب احنا تعلمنا تاع الباطل، تربينا في مجتمع تاع باطل، وكما نديوش باطل ما نديوش، حتى المعلومة نديوها باطل، السبيطار يحبوا باطل، كل شيء يحبوا باطل، بس ما يحبوش يتعبوا، يحبوا يديو باطل بس ما يحبوش يساعدوا الناس، يحبوا كلش باطل بقى. على كل حال تهلاو في روحكم في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.